ماشي يا دلوقتي. اتفرعن وافتري. انت اخرتك قربت. قربت قوي. طول ما هيعمل فيكي وفيا اني كده احنا كنا عملنا له ايه؟ عملنا يا عماد. من ناحيه عملنا احنا عملنا كتير. عملنا ايه ما تفهميني؟ فهميني يا مشيره ايه الموضوع؟ عارف الطفل اللي كنا بنربيه ونعمت كانت بتخدمه ده يبقى ابن مين؟ ابن مين؟ ابن نعمت. نعمت ورمضان؟ ايوه يا حمد. يا نهار اسود. بقولك ايه يا مشيره؟ هو مش طلبه ده طلقك؟ يعني ملوش حكم عليكي؟ انا هتصرف. مالك يا طلبة مين؟ الآن كده ليه؟ ما تسيب اللي يهتف يهتف واللي يشتم يشتم. ما خلاص ما عادش حد في الساحة غيرك يا باشا. الوحيد اللي كان ممكن ينزل قصاده في الانتخابات المات في رمضان. وادينا خلصنا منه انكشح في 60 غارة. يعني خلاص يا باشا أخدتها بالتزكيه وبالقانون. ومفيش حد من أهل البلد يستجرى يفتح بقه بكلمة واحدة. أنا عاوزك بس تستوعب لي العيال دول بتوع المظاهرات، أنا مش فاضلهم. وبعدين شهيرة مراتي على وصول. يا ألف مرحب، اطمن سعادتك. إيه؟ أنا طلبت من البوليس يجيب قوة لقمع المظاهرات والعنف والدمهرة. وده إجراء عادي بيحصل في كل انتخابات. وبعدين رجالتنا موجودين برضه يظهروا وقت العوزة. أنا عاوز سعادتك أستحلفك بالله تنزل وتلف في البلد كلها في كل حتة. لو شفت كلب فيهم يبقى ليك حق عرض عندي. ماشي يا باشا. مؤاخذة يا سعادة البيت باشا، الهانم وصلت بالسلامة. شهيرة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا يا هانم. أهلا. إزاي؟ بلد نورت. هلو هلو. ازيك يا بابا طولي؟ الله يسلمك حبيبتي. ازيك؟ وحشتني بنت الايه؟ السواق كان ماشي على مهله؟ ايوه بس الطريق في اول البلد كان مكسر ومليان مطبات. انا كنت خلاص حاسه ان انا روحي هتطلع. ينفع كده يا دهشان؟ لا خلاص نسفلته يا باشا نسفلته. بقول لسيادتك ايه استاذناني بقى عشان تاخد راحتك مع الولاد. ايه؟ المؤاخذة يعني كل حاجة هتتم زي ما سعادتك عاوز. يا اختي الجميلة يا اختي ربنا يحميك. شبهك يا باشا شبهك. بسم الله ما شاء الله. سلام يا دهشان. سلام يا فندم. سلام. ده انت الجو هنا يعجبك جدا. بيتك حلو قوي يا طول. بيت مين؟ ده بيت أنا كتبته باسم خيرية. ربنا يخليك لينا يا رب. وليه إيه؟ عايز تروح عند بابي؟ أهلين 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 أهلين.